اعتادت حالة من الهدوء الحذر اليوم على مخيم يعين الحلوة للاجئين الفلسطينيين القريب من مدينة صيدا بجنوب لبنان في عقاب الاشتباكات العنيفة التي شهدها المخيم الليلة الماضية. وقد توصلت الفصائل والقوى الفلسطينية إلى اتفاق يقضي بسحب المسلحين من الشوارع ووقف إطلاق النار بين عناصر حركة فتح وجماعة جند الشام استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.